شكرا السيدة الرئيسة. السادة الأعضاء، لقد شهدنا صباح اليوم مجددا نموذجا صارخا من ازدواج المعايير، فقد أعاق الوفد الأمريكي للمرة الثالثة محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف وقف إطلاق النار في غزة، رغم تصويت 13 عضوا من مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الجزائري المقدم بدعم كامل من المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة. وبقدر العرفان للجزائر العضو العربي بمجلس الأمن على تقديم القرار، وبقدر الامتنان لكل من صوت لصالح القرار يعبر لصالح مشروع القرار، يعبر وفد مصر عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل إزاء استمرار عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية لمساعي وقف إطلاق النار عبر اضطلاع الجهاز الرئيسي المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين بواجباته. سادة الأعضاء، أين يقف هذا التصويت الأمريكي إزاء المعاناة الإنسانية التي وصلت لحد الكارثة بعد الأسبوع 20 من الحرب على غزة؟ وكيف يستقيم أن تتم دعوتنا إلى مجتمع دولي قائم على القواعد فيما عندما نطلب تطبيق تلك القواعد لا نلقى سوى الآذان الصماء؟ أليس سكرتير عام الأمم المتحدة وإعماله للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بكاشف للإجراء المطلوب من مجلس الأمن؟ أليس القرار الصادر من محكمة العدل الدولية والذي طلب اتخاذ إجراءات محددة بكاشف للحاجة الفورية لوقف إطلاق النار؟ أليس تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والأونروا وما تعكسه بشأن كارثية الوضع الإنساني الراهن في غزة ولا سيما على الحدود مع مصر في رفح بكافية لتقنع الوفد الأمريكي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار بعد مرور 140 يوما على بدء النزاع وبعد أن فقد أكثر من 30,000 إنسان أغلبهم من النساء والأطفال حياتهم جراء الحرب الجائرة في غزة؟ سأل الأعضاء، مصر هي أول من أقام السلام مع إسرائيل من الدول العربية، ومصر هي أحرص الدول على استقرار منطقة الشرق الأوسط. وبينما يتواصل إخفاق مجلس الأمن في إيقاف الحرب، ستستمر مصر في تحمل العبء الأكبر سياسيا وأمنيا وإنسانيا جراء الأزمة، ولكنها ملتزمة بالعمل المضني والمتواصل على كافة الأصعدة لإيقاف نزيف الدماء، لإيقاف الحرب المدمرة، لاستعادة الأفق السياسي، لتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأمن والاستقرار وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. سيدة الرئيسة، مصر تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل والجانب الفلسطيني لسرعة إطلاق المحتجزين والرهائن والأسرى الفلسطينيين وسرعة دفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة وبأكبر قدر ممكن لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الحصار الجائر المفروض عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفيه قضيته النبيله. تناشد مصر مجلس الامن وكل القوى الدوليه المسؤوله انقاذ خيار السلام عبر الانفاذ الفوري لوقف اطلاق النار. هذا لن يعرقل جهود الوساطه الجاريه، بل سيتيح لها الظروف المناسبه لتنجح. دعونا نتفاوض ونتوسط وسط انسياب المساعدات الانسانيه واستعادة الهدوء وتضميد جراح المصابين، خاصة الأطفال اليتامى والنساء الثكلى، بدلا من أن نتفاوض وسط الدمار والخراب الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية المدمرة.
سيد الرئيس، سادة الأعضاء، نداء مصر لكم جميعا واضح وبسيط: أوقفوا إطلاق النار الآن، سيز فاير ناو. وأرجو ألا يخطئ أي طرف مجددا إدراك هذه الرسالة النبيلة والمباشرة، والتي لا تهدف سوى لحماية المدنيين دون حسابات سياسية. وتحذر مصر مجددا من المخاطر الكارثية والمحدقة بالأشقاء الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح، كما تحذر مصر من استمرار تدهور الوضع الإقليمي جراء استمرار هذه الحرب المدمرة. وشكرا السيدة الرئيسة.